السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لكم النهاردة بفيديو جديد على قناتي برنسيس المطبخ. هنعمل مع بعض الرز بلبن من غير ولا نقطة مية، كله يعني لبن في لبن. هنعمله طريقة سهلة وبسيطة وسريعة، مش هتاخد منك اي حاجة، بس الطعم في الاخر حكاية. بس طبعا قبل ما نبدأ ياريت نصلي على النبي، ولو مش مشتركة في القناة فضلا وليس امرا الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ ونشوف عملناه ازاي. معانا حلة على النار فيها كوباية ونص من الرز، هنحط عليهم لتر من الحليب ونقيد عليهم النار ونسيبه لحد ما الحليب بتاعنا يغلي. هنا اللبن بتاعنا غلى والرز قرب على السوا شوية، هنوطي عليه النار، وطي خالص خالص خالص، شمعة صغننة كده، ونسيبه لحد ما يتشرب بالمنظر ده. كده اللبن معانا اتشرب خالص اهو، هنزوده شوية لبن كمان حوالي نص لتر ونسيبه برضو يكمل سواه. هو الرز اول مرة كان خلاص يعتبر دخل على سوا، واحنا بنحط اللبن شوية بشوية ونوطي خالص علشان طبعا الرز ما يشربش اللبن كله في الاخر، وكمان يستوي كويس قوي وما يتحرقش من تحت ولا يلزق ولا رزاية في قلب الحلة بتاعتنا. هنا الرز استوى كويس جدا. معانا هنا معلقة من القشطة البلدي، هنحطها في الرز علشان الرز ياخد من طعم القشطة بتاعتنا، ونسيبه لحد ما يتشرب منها خالص. سيبنا الرز مع القشطة ومع اللبن لحد ما الرز خد من طعم القشطة بتاعتنا. دي القشطة بتاعتنا دي قشطة بلدي من وش اللبن اللي احنا بنغليه. نحط هنا بقى كوباية ونص من السكر، ده كده بعد الرز ما استوى، السكر بنحطه بعد سوى الرز. وطبعا السكر ده اختياري، عاوزة تزودي السكر براحتك جدا، عاوزة تقللي السكر براحتك برضو، بس هنا السكر بالنسبة للكمية دي قليل شوية علشان احنا بنحب السكر قليل شوية ما بنحبوش كتير قوي. حطينا السكر اهو وقلبنا شوية. هنحط بقى بقية الحليب اللي معانا لتر من الحليب كمان، هنحطه ونسيبهم بقى مع بعض يعيشوا مع بعض الرز والسكر وبقية الحليب لحد ما الرزاية نفسها تاخد من طعم السكر كمان، علشان ما يبقاش طعمها مش مستحب او مش حلو. هنا بقى معانا الخلطة اللي هنحطها في الاخر بعد الرز ما يستوي ويغلي مع اللبن. معانا هنا كوباية من الحليب، حطينا عليها معلقتين من اللبن البودرة ومعلقتين كبار من الكريم شانتيه، ده كريم شانتيه خام نجيبه من عند اي عطار. نقلناها بس في بولة كبيرة شوية علشان نعرف نقلبها، وحطينا عليهم معلقتين من النشا. انا مكترتش نشا لان كلنا عارفين ان الرز بيطلع نشا لما بيستوي زيادة عن اللزوم، فاحنا بنكتفي بالنشا بتاع الرز ونحط كمية صغيرة عليه. هنقلبه بقى كله في قلب بعضه، هنقلب الخليط مع بعض كويس لحد ما كل المكونات تدوب في بعضها وتتجانس مع بعض كويس قوي. كده الخليط كله اتجانس مع بعض واتقلب، هناخده بقى. وهنا اللبن بتاعنا والرز غلى كويس قوي والرز استوى وكله اتشرب من قلب بعضه. هنحط عليه بقى الخليط اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي، اللي هو اللبن البودرة والكريم شانتيه والنشا. طبعا اللبن بيغلي، فاحنا اول ما هنحط عليه الخليط بتاعنا هيتقل معانا على طول، فاحنا على طول هنقلب فيه. هي تقليبة واحدة على طول هتلاقي ايه الخليط بقى كريمي خالص معاكي. هنا الخليط تقل معانا اهو وبقى كريمي خالص. حطينا هنا بس ذرة فانيليا، التصوير بس ما جابهاش. هنقلبه تقليبة واحدة وندفع عليه يهدى شوية ونروح نغرفه في الأطباق بتاعتنا. هنا بقى هنغرف الرز بلبن في الأطباق بتاعتنا، ريحته خطيرة خطيرة خطيرة، والقوام بتاعه كريمي ولا سايل ولا ناشف قوي، قوامه تحفة بصراحة.
هنكمل بقى بقية الأطباق بتاعتنا كلها. كده غرفنا الأطباق بتاعتنا كلها، هنزين بقى الوش زي ما انتي عاوزة تزينيه، عاوزة تزينيه زينيه، مش عاوزة براحتك جدا. هنا حطينا على الوش شوية سوداني مجروش، طبعا شوية زبيب، وزي ما احنا قلنا التزيين اختياري. ولو وصلتي معانا للقطة دي ما تنسيش تحطي اللايك وكومنت حلو. هنكمل بقى تزيين الأطباق بتاعتنا كلها. هنا كان معانا شوية كاجو، حطينا برضو واحدة على كل طبق كده، مع شوية لوز، وادي شكل الأطباق بتاعتنا بعد ما خلصناها وزيناها. طبعا الرز بلبن عامل معانا كمية حلوة قوي، بألف هنا وشفا. ولو عجبتك الوصفة بتاعتنا النهاردة ما تنسيش تحطي لي لايك كومنت حلو، اشتراك في القناة، ومع السلامة. مع السلامة.